الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا زين العابدين سليمان جبارة يحييكم من مدينة الألف قارئ وقارئ في جنوبنا الجزائري الكبير. من هنا أين سنشأ في تدبر أنوار كلام الله وبصائر أجزاء القرآن الكريم، وفي كل حلقة نقف لنتدبر في أنوار الجزء الذي سيتلى ويصلى به ليسري القرآن نورا فينا وبيننا، وليس مجرد كلام يسمع ويتلى ولا يتعدى الأسماع والحناجر. ولنكن على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خلقنا القرآن، وقرآنا يسري نور على نور. نور على نور نور على نور. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نور على نور نور على نور. ونبدأ على بركة الله في تدبر آيات القرآن الكريم، وأول نور مع أول آية القرآن ترتيبا في المصحف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أول آيات القرآن نزولا أيضا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فضيلة الشيخ كمال منصر، أي نور في بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي استحضار مشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه، وهي مراقبتنا له جل في علاه، مراقبتنا له في خلواتنا في جلواتنا في حركاتنا في سكناتنا، وهي السعي لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في جميع مناحي الحياة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل غير مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي مقطوع البركة. فلنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأننا ولأنك فتح جديد لعهد وعمر سعيد. شيخنا الفاضل، الفاتحة أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، تعددت أسماؤها وعظم فضلها، فأي نور في هذه الصورة التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ هي النور كله، وأول أنوارها الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله، الحمد لله تملأ الميزان، واسمه مشتق منها من الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وهو أحمد، وهي الكافية التي تكفي عن غيرها في الصلاة، هي الشافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أنها رقية، وقد جاء في فضلها شيء كثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين. ومقصد هذه الصورة هي نعمة الهداية، وقد اشتملت على جميع مقاصد الدين. نعمة الهداية لأنه قد جاء فيها قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أما أنوار أي الصورة في عجالة: الحمد لله رب العالمين، إشارة إلى توحيد الألوهية والربوبية وعظيم كلمة الحمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم، إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وأن الرحمة أصل العلاقة بين الخالق وخلقه، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ملك يوم الدين، إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، فلا يكتمل الإيمان بالله إلا بالإيمان بموعد لقائه. إياك نعبد، إشارة إلى الإخلاص بالعبادة له وحده لا شريك له، ولا العبادة تكتمل إلا بعونه وحده. وإياك نستعين، إشارة إلى التوكل عليه وحده لا شريك له، ولا يكتمل عونه لك إلا بعبادته وحده. اهدنا الصراط المستقيم أول وأهم دعاء للهداية الربانية، ثم الصحبة الصالحة المسخرة التي تقودك إلى النور والسعادة. وربما هذه الصحبة هي التي جمعتنا فضيلة الشيخ، ربما تتذكر جيدا أول ما التقينا بين السماء والأرض في الطائرة باتجاه مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأول ما جمعنا في الحرم تلك الآية المكتوبة على باب أو على ستارة باب الكعبة، تماما في مستوى قفل الباب، وكأنها آية تفتح كل الأقفال، كل الأبواب وكل القلوب. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، هي سر العلاقة بين العبد وربه. ولقد قال طبيب القلوب ابن القيم رحمه الله تعالى: جمعت معاني القرآن الكريم كلها في سورة الفاتحة، وجمعت معاني سورة الفاتحة كلها في إياك نعبد وإياك نستعين، وأجود وأفضل منها ما قاله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أن العبد إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أول دعاء في القرآن الكريم، ويلخص مقصدية سورة الفاتحة في طلب الهداية لعبادة الله وحده لا شريك له. ولأن الله هو الولي القريب المجيب، فأكيد شيخنا أن الجواب لهذا الدعاء في سورة البقرة، بل في مطلع سورة البقرة. الله، فقد جاء السؤال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يأتيك الجواب سريعا يبينه الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية فعليه بهذا الكتاب، عليه بهذا النور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
ألف لام ميم. أنوار وبصائر عظيمة في أطول سورة في القرآن. هذه السورة من أسمائها سنام القرآن. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واستجاب إبراهيم عليه السلام لنداء ربه فأصبح خليل الرحمن، وعصى وأبى بنو إسرائيل فنالوا غضب الملك الديان. نور على نور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.